هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامج حيث الإنسان. نرحب بكم طيلة ليالي شهر رمضان في هذا البرنامج وفي فقراته المتعددة والمختلفة. يوميا لدينا ثلاث جوائز بانتظاركم هذا المساء وكل مساء، مقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. سعداء إذن بلقائكم في رحاب ليالي الشهر الكريم مشاهدينا الكرام. قصص إنسانية من واقعنا المتعب والمنهك والمنسي، نحاول في هذا البرنامج لفت الانتباه إليها وإلى حلول يمكن أن تسهم في معالجة وضعنا الذي يزداد سوءا نتيجة الحرب وغياب الدولة. مشاهدينا، فقرتنا لا تخلو من جوائز الفوز فيها، لا يتطلب سوى إرسال رسالة مجانية من خلال تطبيق الواتساب برقم الإجابة الصحيحة فقط، رقم الإجابة الصحيحة فقط. في حلقة الأمس أعلن أرقام الفائزين في مسابقة الحلقة الثالثة والتي كانت بعنوان صندوق من ورق، التي ذهبنا من خلال هذه الحلقة وهذه القصة إلى مدينة إب، وكشفت القصة جانب من قصة إنسانية تعكس واقع المرأة في اليمن. كان الفائزون في حلقة قصص من ورق الحلقة الثالثة هم الأخ حسن عمر مبارك بالخير من حضرموت، ومحمد خالد محمد عبد التواب الأصبحي من محافظة تعز، وآسيا أحمد عثمان حسين من العاصمة المؤقتة عدن. جوائز الليلة بالتأكيد ستكون من نصيب الذين أجابوا بإجابة صحيحة على سؤال حلقة الأمس والتي كانت بعنوان معشرة رحلة البحث عن الماء. سنقوم باختيار أرقامهم بشكل عشوائي وسنستعرضها معكم مشاهدينا الكرام في نهاية الحلقة، وأيضا سنقوم بالتواصل معهم بعد انتهاء هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، سنتشارك معكم هذه الليلة أيضا قصة جديدة وسؤال جديد وثلاث جوائز نقدية قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. نتمنى لكم الفوز، وأذكر فقط للمشاركة في البرنامج والمشاركة في المسابقة إرسال رقم الإجابة فقط 1 أو 2 أو 3 دون كتابة أي شيء. وأذكر أيضا بأن الوقت المخصص لاستقبال مشاركاتكم يستمر من نهاية الحلقة وحتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي. مشاهدينا الأكارم، في هذه الفقرة سنذهب في برنامج حيث الإنسان إلى سوق طور الباحة. طور الباحة التي تعتبر بمساحتها ثاني أكبر المديريات في محافظة لحج. طور الباحة عاصمة قبائل الصبيحة والتي تشهد موجة فقر ونزوح في ظل غياب الدعم الإنساني لها. حيث الإنسان كان هناك، فدعونا نتابع وقع الحياة
في سوق طور الباحة المكتظ بالحياة والفقراء لمتابعة كيف يحارب هذا المزيج المتعب من الناس من أجل لقمة العيش. مثل هذه الصور قد تدل في مضمونها على الحياة، لكنها هنا تعني البقاء على الهامش. هؤلاء المتزاحمون على فرص كسب العيش، وإن بدا أنهم يعرضون بضائعهم فهم أيضاً يعرضون معاناتهم على قارعة الطريق المهملة. لا متاجر هنا ولا رأس مال ثابت ولا تسابق على الثراء كما هو الحال في الأماكن المخصصة للتسوق. بل مجموعة من الفقراء والهاربين من جحيم الحرب يتقاسمون شظف العيش بين بائع ومشتري. صورة المكان دوماً ما تعطي انطباعاً عن ساكنيه وحالهم، والمكان هنا سوق طور الباحة، ثاني أكبر مديريات محافظة لحج من حيث المساحة. أما السكان فهم من النازحين والمعدمين، ممن كيفتهم الحرب على أقسى صور الحياة. حالهم كحال كثيرين يقطنون المناطق المنسية، وكم هي المناطق المنسية في بلد تنهشه الحرب وتقضم الأمراض أجساد ساكنيه. تعلو أصواتهم وتبعث أنات خطواتهم في المكان حياة، ذلك أن المكان يعيش بأهله، لكنه هنا سفر يخطون عليه معاناتهم ويمضون إلى سبل بدايتها التوكل على الخالق وآخرها الرضا بالمقسوم. كم هي الحياة قاسية بوجه أولئك المحتسبين بصمت. إن باعة كحال هؤلاء لا يفكرون بالربح بقدر ما يفكرون بالمحافظة على بضاعتهم مصدر رزقهم. الحال كذلك بالنسبة للمستهلكين المحاصرين بفقر الحال واقتناء بضائع مهددة بالتلف بسبب الافتقار لأدوات المحافظة عليها. هنا كان لابد من المساعدة التي تضمن استمرار دورة الحياة بشيء من الأمان وبقليل من الترتيب. قرر فريق برنامج حيث الإنسان الذهاب إلى عدن للحصول على الأدوات المطلوبة، وكانت الرحلة صعبة، لكن الأمل في إنجاز شيء ولو يسير أضفى عليها نوعا من التحدي. عشر بساطات مع بضاعتها من الخضروات والفواكه وعشر حافظات سمك تم توزيعها لعشرين مستهدفة. تحقق شيء، وبقيت أشياء كثيرة يحتاجها هؤلاء ممن اقتصرت حياتهم على مجرد نبض للقلب على رصيف الحياة البائس.
والله كنا نطلب الله بسطات بسيطة بالأرض، فارش صغيرة، وكنا نطلب الله وقت الحرب هذه وتأثرنا شوية، وقت الآن المنظمة هذه إن شاء الله يكون في باخير ودعم المواطنين والاحتياجات أكثر، ودعموا كثير كافة المواطنين إن شاء الله، ويرفعوا لنا الوسطة على مظلة تكون اليوم قربنا كذا تمام، لأنه منظر مرتفع في لها يعني وقت يكون حاجة قدام الزبون يعني مشتري بالراحة. لا الإمكانية كانت ضعيف، لكن الآن إن شاء الله تطور ويكون في سوق منظم داخل المديرية مشان نكون يعني أفضل. والله ناخذ الأسماك من أصحاب السيارات اللي يجيبوها الموردين، ونقوم بأخذها في سلال كذا، بعدين لما بعض الأحيان تكون معانا شوية تزيد شوية ما نقدرش عاد اليوم الثاني خلاص تتلف، نقوم نرمي بها. الناقص كان الحافظات حق الأسماك، يعني كلما كانت في حافظات أفضل كلما كانت الأسماك تحتفظ، وثاني اليوم الثاني ما يقربهاش أي حاجة، نقوم ببيعها بشكل المطلوب زي اليوم الأول. والحمد لله هنا في مديرية طول في المديرية نفسها ما فيش يبيعوا عوازل إلا ضروري تروح للمحافظة، والمحافظة ضروري تشالها نقلية، والنقلية تشالها دعم. أكيد أنا استفدت وغيري استفاد، وإن شاء الله في غيري برضه ضباحة إن شاء الله يحصلوا برضه نفس ما حصلنا إحنا. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا معا قصة الليلة من طور الباحة في لحج، الذي كشفنا من خلالها جانب من واقع هذه المنطقة، وتابعنا ما قدمه برنامج حيث الإنسان من بساطات مع خضرواتها وعوازل حفظ الأسماك لعشرين مستفيد من الفقراء والنازحين ليتمكنوا من إعالة 20 أسرة. طور الباحة التي شكلت وباقي مناطق الصبيحة خطا دفاعيا أول للدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، وبرز منها العديد من القادة السياسيين والعسكريين الذين عرفتهم الساحة الوطنية وهي على موقعها الهام، لا تزال غائبة عن الاهتمام الحكومي للأسف. إذن مشاهدينا بالتأكيد تابعتم حلقة وقصة الليلة، وأذكركم بأنه من المهم جدا التركيز في تفاصيل هذه القصة لتتمكنوا من الإجابة على سؤال حلقة الليلة بشكل صحيح. الآن نقدم لكم سؤال حلقة الليلة، وبالتأكيد هو من قصة حلقة الليلة. نتابع السؤال الآن على الشاشة معنا. السؤال يقول: كم عدد المستفيدين من برنامج حيث الإنسان في سوق طور الباحة بلحج؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 25 مستفيد، الاختيار الثاني 20 مستفيد، الاختيار الثالث 15 مستفيد. إذن أعود وأذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقة الليلة، والسؤال يقول: كم عدد المستفيدين من برنامج حيث الإنسان في سوق طور الباحة في لحج؟ والاختيارات الثلاثة هي 25 مستفيد، الاختيار الثاني 20 مستفيد، الاختيار الثالث 15 مستفيد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام تابعتم سؤال حلقة الليلة،
وللإجابة والفوز بجوائزنا الثلاث المالية في حلقة الليلة 100,000 ريال لكل فائز، عليكم فقط الإجابة بشكل صحيح على السؤال. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة، إما 1 أو 2 أو 3، 1 أو 2 أو 3. وأتمنى على المشاركين معنا في البرنامج الاكتفاء بإرسال رسالة واحدة فقط حتى تتاح الفرصة لباقي المشتركين، لأن هناك البعض للأسف يعني مثلا في سؤال حلقة الليلة يتوقع أن الإجابة الصحيحة هي الاختيار الاختيار مثلا الثاني، فيرسل 50 رسالة برقم 2. أنت بهذه الطريقة تعمل ضغط على السيستم المسابقة وتحرم آخرين من الفوز. بإمكانك إرسال فقط رقم 2 مرة واحدة وتضمن المشاركة والدخول معنا في السحب على الجائزة. طيب الآن سنذهب لاختيار الفائزين معنا بسؤال حلقة أمس والتي كانت من محافظة مأرب. سنختار 3 فائزين وكل فائز منهم سيفوز ب100,000 ريال يمني، والقرعة الآن ستكون فقط لمن أرسلوا أمس بشكل صحيح الاختيار رقم 1 دون أي إضافة، لأن الإجابة الصحيحة كانت هي رقم 1. تبعد المنطقة عن مركز مدينة مأرب 160 كيلومتر، ومن أرسل الاختيار الأول فقط هم من دخلوا معنا في السحب. الآن سنختار أول فائز معنا وقيمة الجائزة 100,000 ريال. بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال، مبروك لصاحب الرقم 00967733560227، مبروك له 100,000 ريال، أول فائز معنا بسؤال الأمس. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 100,000 ريال، والآن سنختار الفائز الثاني وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. الرقم على الشاشة ظاهر معكم مشاهدي الكرام 00967773625207. إذن مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني أيضا، وهو أجاب بشكل صحيح واختار الاختيار الأول. طيب الآن سنختار الفائز الثالث. فقط كان البعض يتساءل كيف يتم الاختيار، بس المخرج لو يدخل زوم من الجيمي لعندي فوزان. طيب أنا طيب تمام، الآن أنا سأختار بمجرد الضغط يدخل الجميع في القرعة. تمام يلا الاختيار الثالث. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967111565894، مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة أيضا 100,000 ريال يمني، وهو أجاب بشكل صحيح. إذن الثلاثة الأرقام التي كانت معكم على الشاشة والتي اخترناها بشكل عشوائي هم فازوا بجوائز حلقة الأمس 100,000 ريال لكل فائز منهم، فقط لأنهم أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة دون ذكر أي شيء، فقط أرسلوا رقم 1 فقط. يعني البعض بالأمس كان يرسل رقم 1 ويكتب 1 160 كيلومتر، بهذه الطريقة أنت لم تدخل في السحب، فقط أرسل رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. في حلقة اليوم أرسلوا فقط رقم الإجابة تدخلوا معنا في السحب، ويكون من نصيبكم إن شاء الله الفوز بالغد، وسنختار ونجري القرعة بشكل عشوائي. الآن ستظهر على الشاشة 3 أرقام للفائزين معنا الذين اخترناهم قبل قليل. الرقم الأول ظاهر على الشاشة والثاني والثالث، مبروك لهم إذن 100,000 ريال لكل فائز منهم. سيتم التواصل معهم من طاقم البرنامج بعد انتهاء الحلقة مباشرة لنتعرف على تفاصيل إقامتهم وفي أي محافظة وأسمائهم، ومن ثم التواصل معهم من القسم المالي لإرسال المبالغ المالية حيثما كانوا. مبروك للفائزين الثلاثة. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا المساء من برنامج حيث الإنسان، وبشكل سريع وأخير أذكر بسؤال حلقة الليلة، والسؤال يقول كم عدد المستفيدين من برنامج حيث الإنسان في سوق طور الباحة؟ والاختيارات الثلاثة هي 25 مستفيد الاختيار الأول، الاختيار الثاني 20 مستفيد، الاختيار الثالث 15 مستفيد.
فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة إما واحد أو اثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج والظاهر معكم أسفل الشاشة، وأيضا هو متواجد أيضا من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة بلقيس. إذا مشاهدينا الكرام نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، صوم مقبول وذم مقبول، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.